بمناسبة حلول الذكرى 25 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أيده الله على عرش أسلافه الميامين. يتشرف السيد صلاح الدين كمال رئيس مجلس عمالة الفقيه بن صالح أصالة عن نفسه ونيابة عن كافة الأعضاء الإدارية والتقنية بالمجلس بتجديد فروض الطاعة والولاء لصاحب الجلالة أدام الله نصره وتأييده، وسائل العلي القدير أن يعيد هذا العيد على جلالته بموفور الصحة والهناء، ويقر عينه بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وبصاحبة السمو الملكي الأميرة للا خديجة، ويشد أزره بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة العلوية الشريفة، وأن يحقق على يديه الكريمتين أسباب الرقي والازدهار لشعبه الوفي، إنه سميع مجيب.